أعلن الحرس المدني الإسباني يوم الجمعة عن ضبط 14 طنا من الحشيشة القادم من المغرب واعتقال 49 شخصا في إطار تفكيك شبكة تهريب مخدرات ضخمة. وقال بيلي الحرس المدني الإسباني إنه يعتقد أن الشبكة هي الأكبر في إسبانيا، حيث نقلت بانتظام ما يصل إلى 20 طنا من الحشيش شهريا من المغرب إلى السواحل الإسبانية. وقالت الشرطة إن المهربين كانوا مدججين بالسلاح لأن العصابات المتنافسة عادة ما تحاول سرقة المخدرات التي تصل إلى الساحل الجنوبي. وشارك في العملية 400 شرطية وبدأت في ديسمبر 2021. وقالت الشرطة إن المهربين منظمون بشكل جيد مع مجموعات منفصلة مسؤولة عن الشحونات والقوارب عالية السرعة والوقود والإمدادات الغذائية. نشكركم على حسن المتابعة.